صباح الخير يا مريهان، وصباح الخير يا يحيى، وكل سنه وانتم طيبين، وصباح النصر ان شاء الله. صباح الفل عليك يا كابتن، ومنورنا دايما وبنسعد بوجودك، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. خلاص يعني أبيبي. ايام يعني ان شاء الله بكره يا كابتن عبد الله مباراه عليك حبيبي صعبه علينا وعليك يا رب، ومباراه طيب. مش هتكون سهله بمنتهى الامانه، وخلينا يعني صراحه هي مباراه صعبه، بتلعب هناك في السنغال، منتخب قوي، منتخب بيمتلك عناصر مميزه في كل الخطوط. شايف مباراه بكره زي يا كابتن عبد الله؟ اولا طبعا هي ما فيش مباراه سهله، كل المباريات صعبه طبعا. انت بتتكلم فمنتخب بحجم السنغال بطل افريقيا، فاكيد مباراه قويه جدا، وظهر ده حتى في المباراه الاولانيه. بس زي ما بتكلم او بنتكلم لغه الكوره، يعني احنا عايزين نطمن الناس، انت في ماتشات لازم تكسبها، مش مشكله ان انت تلعب كويس او تادي جيم كويس، المهم انك تعرف تكسب، وده اللي احنا قدرنا حققناه في المباراه الاولانيه. فانا بطمن الناس ان شاء الله احنا قادرين ان احنا نعدي المباراه بكره ان شاء الله، وان شاء الله يبقى النصر حالفنا باذن الله. انما انا بقول لك في الاول وفي الاخر هي 90 دقيقه محتاجه تركيز من الجهاز الفني ومن اللعيبه، ان هي فعلا زي ما بقول لك هي مباراه حياه، يعني كل واحد ليه طموح وليه هدف، فاكيد كل الناس حاسه بالوضع اللي هي فيه، وان شاء الله باذن الله هنبارك لبعض كلنا باذن الله بكره باذن الله. يا رب ان شاء الله نتمناها ان شاء الله تكون ليله كده فيها نصر كبير لمنتخبنا الوطني. نتكلم اكتر على المستوى الفني يا كابتن محمد، واحنا بنتكلم على منتخب كبير في المباراه النهائيه حتى في الكان، كان بيبدو ان هو عنده امكانيات افضل مننا، كان هو الاقرب لتحقيق حتى الانتصار في 90 دقيقه، وكمان في مباراتنا السابقه الحمد لله قدرنا ان احنا نخرج بالنتيجه اللي احنا عايزينها، ولكن طبعا كانوا بيشكلوا خطوره كبيره. على المستوى الجماعي اما المستوى الفردي اللي ممكن نكون قلقانين اكتر من منتخب السنغال على دياره؟ اقول لك حاجه يا مريم، بس عشان نتكلم بواقعيه اكتر، انت بتتكلمي في سكواد، كل السكواد ده يعني لعيبه محترفه ولاعيبه بتلعب في انديه كبيره طبعا، فاكيد فرق الامكانيات او فرق القدرات الفرديه او الجماعيه واضح، هو واضح ليكي. بس اللي انا عايز اطمنك اقول لك على حاجه، احنا لعبنا مباراه الكان نهائي افريقيا لعبنا 120 دقيقه، ولعبنا المباراه اللي فاتت 90 دقيقه، الحمد لله ما قدرش يسجلوا فينا، فدي حاجه تطمنك وتعرفك ان انت برضو في نفس الوقت ماشيه على خطى ثابته، يعني بمعنى ان عندك فريق قوي بيعرف يدافع بشكل كويس، وفي ظل اللي انت بتتكلمي فيه او الشكل اللي احنا شفناهم بيه، واحنا كان لينا برضو مصدر خطوره هنا في استاد القاهره الماتش المباراه الاخيره بالاخص، فانا مش عايز الناس تقلق، او احنا كمان كجماهير او كمدربين مش عايزين نقلق او مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه. هي مباراه مصريه، بس احنا برضو في نفس الوقت مش عايزين نحط كم الضغوطات على اللعيبه، يعني في ان الماتش ده بالنسبه لنا يعني لازم تشتغليه وهو بمزاج رايق، زي ما بنقول للعيبه يعني ايه طلع احسن ما عندك، فطلع احسن ما عندك ليه؟ بدون ضغوط، بدون عصبيه، بدون تنشنه، بتحاولي تخرجيه بره الاجواء اللي انت شايفاها او الضغط الاعلامي او الناس كلها مالهاش غير كلام مباراه مصر والسنغال ده كاس العالم، فالكلام دي كلها بتبقى ضغوطات على اللعيبه، فاتمنى فعلا ان اللعيبه فعلا تفصل تماما عن الاجواء اللي بتحصل خارج الملعب ويخليهم في الملعب بس. انما انا بقول لك في الاول وفي الاخر احنا منتخبنا منتخب قوي، عندنا عناصر كويسه في جميع الخطوط، عندك في لعيبه كويسه جدا ان كان نواحي فرديه او فرقه كجمعيه كمان، وانا شايف ان الراجل بيشتغل بواقعيه فعلا بصراحه، وبيحط تشكيل متوازن في كل مباراه، وحتى شوفي يعني بقول لك الظروف ما بتخدموش، لما بتتكلمي ان بكره قلبي دفاعا كان الونش او عبد المنعم مش موجودين، وبرده الراجل متماسك وبيقدر يحقق المستهدف بتاعه. طب كابتن عبد الله، يعني الراجل بكره شايف السيناريو الامثل ايه لمباراه بكره؟ انت بتقفل وهتلعب على المرتد، بتلعب خارج ارضك، عندك مشاكل بتقول في الاثنين سنتر باك، شايف ايه السيناريو الامثل؟ انت تخرج باول شوط ما يدخلش فيك جوان عشان يديك افضليه الشوط الثاني، يعني كل دي سيناريوهات ممكن تكون موجوده بكره في المباراه، من وجهه نظرك ايه السيناريو الامثل يا كابتن عبد الله؟ ما هو ده الطبيعي، ما هقول لك على حاجه يا يحيى، ما هو الطبيعي بص بالاخص بكره كمان طول ما الوقت بيمر والنتيجه لصالحك الضغوط بتعلى عند المنافس صحيح، وهتلاقي فيه مساحات وهتلاقي فيه اندفاعات بالجمله، فده اللي احنا محتاجينه، ان انت عندك سرعات وعندك لعبه كويسه، عندك صلاح سبرنتر، عندك ان كان تريزيجيه او مرموش او زيزو ايا كان اللي هيبقى متواجد، فكل الكلام ده لصالحك. فبكره المباراه محتاجه صبر، بمعنى ان انت عايز اكبر وقت
من المباراه يمر وطول ما النتيجه لصالحك صدقني الجيم هيمشي لصالحك انت، وممكن ان شاء الله نقدر نسجل كمان. المباراه الاولانيه الراجل اشتغلها بشكل كويس قوي، يعني عمل تشكيل مناسب، اشتغل بثلاثه في نص الملعب والثلاثه مختلفين عن بعض، ان كان النني ولا السوليه او حمدي فتحي، والثلاثه عملوا لك توازن دفاعي وتوازن هجومي بشكل كويس. وهو مش هيخرج بعيد عن السيناريو ده لان هو يعني ما فيش حل غيره. وهي من افضل الطرق كمان في طرق اللعب، طريقه 4 3 3 دي بتديك توازن هجومي بشكل كويس. طب عندك مشكله في التحول يا كابتن عبد الله؟ انا ما اعتقدش ان هو يقدر مثلا يلعب في التشكيل في اني تحول بالظبط من الدفاع للهجوم، التحولات الهجوميه مثلا يعني. لا بالعكس، ما عندكش مشاكل. هقول لك على حاجه، هي كل المشكله ان عندنا احنا كمصريين او كلاعب او كلاعبتنا، يعني مش عايز اقول لك ان احنا ممكن نكون ادينا السنغال اكبر من حجمها بمراحل كمان، فرقه كويسه جدا وفرقه جامده جدا، بس تقدر تكسبها وتقدر تعمل عليها مباراه كويسه جدا، بدليل ان انت لما كنت بتمسك كوره هنا في المباراه الاولانيه تبدا تحط الباص من رجل لرجل بتقدر توصل. فالموضوع مش صعب، هو الموضوع بس زي ما بقول لك ايه، انت انك تشغل دماغك بس، ان انت ما يبقى اللي قدامك بالنسبه لك هو 11 لعيب قصاد 11 لعيب او 11 راجل قصاد 11 راجل، فانت ما حته القلق وحته الخوف، اصل ده بيلعب في كذا بيلعب في كذا. احنا عندنا برضو محمد صلاح بيلعب في احسن فرقه في العالم دلوقتي ليفربول، وهو يعتبر من الناس المصنفه، فانا ما عندناش قلق في الموضوع ده. طيب كابتن محمد، لو هنتكلم على بعض العناصر بالاسم كده يبداوا ولا يكونوا ورقه رابحه على الدكه، بيجي دايما في مخضبتهم احمد سيد زيزو في مباراه زي اللي جايه دي. احمد سيد زيزو برضو من الافضل ان مستر كارلوس كروش يكون مخليه على الدكه ويبدا يكون بينزله في اوقات معينه ليها علاقه طبعا برؤيته للمباراه. نتكلم كمان عن البدايه، هل تريزيجيه اللي يكون بيبدا ولا عمر مرموش؟ يعني لو في بعض المراكز حتى انت شايف ممكن يكون فيها اختلافات، ممكن نضيف عليها كمان مركز الباك اليمين. عمر جابر نزل تألق، ولكن كان الكل متخيل ان عمر كمال عبد الواحد هو اللي ممكن يكون ليه الفرص الاكبر، خصوصا مع مشاركته وتألقه مع منتخبنا الوطني خلفا لاصابه اكرم توفيق في المركز ده. طبعا هناخدها مرهان خط بمعنى نتكلم على عمر جابر. طبعا كل الناس كانت متخوفه لان عمر كان بقاله فتره بعيد عن المنتخب ولسه صحيح. اول مباراه ويعتبر مباراه مصريه بالنسبه لنا. عمر قدم عليه بشكل كويس، قدر يتعامل على قد ما قدر ويقفل لنا الجبهه دي بشكل كويس. فزي ما بقول لك الحاله اللي عمر فيها معنويا وفنيا ما اعتقدش ان الراجل هيبقى بيدافع بشكل كويس. وبعد الظهور والحاله اللي هو كان فيها ما اعتقدش ان هو يبقى على الدكه او بره، لا عمر ان شاء الله ممكن يبقى ليه دور كبير ودور مؤثر كمان باذن الله. حته التلت الهجومي كنت بتتكلمي على تريزيجيه او مين يبدا هو او مرموش، لا انا على ما اعتقد تريزيجيه برده بحكم خبرته، وانت محتاجه لعيب بقوه تريزيجيه. تريزيجيه من الناس اللي بتعرف تقف على كورتها بشكل كويس، عنده حلول فرديه، وممكن يبقى عمر ورا رابحه، او ممكن برده انت يعني ممكن الراجل يفاجئنا بحاجه بكره ان هو ممكن يلعب بفرد وهمي، يعني ممكن تلاقي صلاح مرموش تريزيجيه، فاهم يعني هو اكتر واحد عايش جوه المطبخ دلوقتي. بالنسبه لزيزو على ما اعتقد برده هيبقى ممكن يبقى على الدكه، ويبقى ان شاء الله يبقى ليه دور، وهو من اللعيبه المؤثره جدا، ويبقى زي ما بقول لك يعني طول ما الوقت بيمر بكره ان شاء الله والنتيجه 0-0 انت ليك الكلمه زي ما بيقولوا يعني. كابتن عبد الله، يعني بتتكلم في جزئيه، هتكلم معاك بس في جزئيه فنيه من ناحيه ساديو ماني او اسماعيل صار، اتنين عاملين خطوره بشكل كبير جدا سواء على فتوح، يمكن شفنا اغلبيه الكرات او العرضيات من ناحيه اسماعيل صار، والفاولات برضو نفس الكلام، بيلعبوا على العرض، بيلعبوا على الكور الثابته وبيستغلوا العرضيات. ازاي تقدر تشتغل على كل ده كابتن عبد الله في مباراه بكره، وتقدر تحد من خطوره اتنين لعيبه برضو يعتبروا من اهم اللعيبه اللي موجودين سواء اسماعيل صار في واتفورد او ساديو ماني في ليفربول؟ بص، اصليه دي بتحصل في الاول وفي الاخر مواقف لعب، وانت بتتكلم في طرفين، الطرفين جامدين جدا والاثنين عندهم حلول فرديه، فانت بقدر الامكان بتحاول زي او هو كلامه هيبقى كلام مع لعيبه، او احنا بنتكلم على لعيبتنا لما يبقى في فرقه مميزه او عندهم قوه يعني عندهم نقط قوه في اماكن معينه، زي مثلا بيشتغلوا على الثوابت زي ما احنا شفنا صحيح. عشان اطوالهم او بيشتغلوا الكلام ده بشكل كويس، فاحنا بنتكلم على بنحاول بقدر الامكان الاماكن المؤثره ما يحصلش فيها زي ما بقول لك ايه الفاولات كتير، انما في نفس الوقت انت محتاج اللي هو ضغط جماعي، بمعنى يعني ما ينفعش اسماعيل صار يبقى على فتوح طول الوقت واحد ضد واحد، لا انت عايز ضغط
جماعي، على الاقل 2-1، على الاقل ده لو اتضرب يلاقي حد يغطيه بقى سبورت بالنسبه له. نفس الحل لساديو ماني، لما بتشتغل بالشكل ده او بالضغط الجماعي او بتعمل للناس دي اللي هو زي ما بنتكلم عليه اللي هو الزون، ان انت ما تديلوش مساحه، لان الناس دي لعيبه كوره ولعيب الكوره عايز مساحه يقدر يتحرك فيها، يقدر يشتغل واحد ضد واحد. انما لو الثلاث خطوط كانوا قريبين بكره لبعض وبنشتغل زون من نص ملعبنا زي ما بنتكلم، بنقول ال10 لعيبه تحت الكوره او كل الفرقه تحت الكوره، فما اعتقدش ان هيبقى في مساحه بكره انه يقدروا ان هم يتحركوا بشكل كويس. هنا ممكن يكون حصل الكلام ده لان برضه انت كان عندك اندفاعات شويه ان انت محتاج تكسب طبعا، فبكره السيناريو هيبقى مختلف شويه ان انت برضه هتامن نص ملعبك بشكل كويس. مش هيبقى عندك حته الاستعجال ان انت تروح تجيب جون، لا بالعكس انت عايز تحافظ، وفي نفس الوقت ممكن يجي لك في اوقات معينه تقدر تضرب من خلالها. فما اعتقدش ان المساحات اللي انت شفتها في مباراه الذهاب هتبقى موجوده بكره ان شاء الله. قلبي الدفاع واللي احنا بنتكلم على يعني تحدي كبير جدا بالنسبه لمستر كارلوس كروش، بيفتقد لخدمات اثنين من اللعيبه الاساسيه اللي كانوا متالقين معاه سواء محمد عبد المنعم او محمود حمدي الونش، ولكن ياسر ابراهيم نزل وقدم عليه وقدر ان هو يكون موجود بشكل فعال جدا في مباراه اكيد كان عليه ضغوط كبيره جدا فيها، ولكن اثبت نفسه ونقدر نقول يعني بنسبه 99% هو حاجز واحد من المركزين. نقدر نتكلم مين يجي جنبه؟ بنتكلم على علي ربيعه اللي هم الى حد كبير طبعا ممكن يكونوا بيشاركوا مع بعض وعاملين ثنائيه مع ان رامي ربيعه انا بس رمضان داخل فانا مسلسلات خلي بالك طويل برضه يا كابتن عبد الله ممكن ينفع بتابع بس ايه اللي هيحصل. اوكي نتكلم في رامي ربيعه. يا ريت علي كان اقول لك يا ريت علي كان ينفع، محتاجين اطوال احنا. ايوه انا بقول لك بكره لا لا يجي يهزر علي ربيعه علي ما شاء الله. لا خلينا في رامي ربيعه احسن. هيقول لنا افيهين ولا حاجه يخلص عليها. اه يهزر مع ساديو كده يلبش له الدنيا. فبنتكلم عن ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه ووجود طبعا الشناوي في حراسه المرمى، فكده كده في كيمستري ما بين الثلاثه، ولا علي جبر اللي ماشي بشكل برده كويس جدا مع بيراميدز وبيقدم معاهم وكمان قدر يسجل على مدار الموسم سواء في الدوري او في كاس الكونفدراليه. بص انا اقول لك على حاجه، في الاول وفي الاخر انا بقول لك دي هترجع لاختيارات الراجل ومين الانسب. ما احنا برضو عندنا ايمن اشرف، انت ناسي ايمن اشرف، عندك محمود علاء. بس انا من وجهه نظري يعني طبعا هو ياسر ابراهيم قدم عليه وعمل مباراه فوق يعني فوق الوصف وفوق الخيال، وراجل ما تهزش ولو لثانيه وقدر يشتغل بشكل كويس. بس انا شايف ان ممكن ايمن اشرف تبقى التركيبه افضل، يعني ايمن برضو رجليه في الملعب، عنده كم خبرات في بطولات افريقيا، اولا جامبه عالي جدا، بيعرف يدافع بشكل كويس. وعلى الاقل حتى في حته التحضير لو احنا هنشتغل في حته التحضير، على ان انت عندك مساك بيلعب برجليه الشمال يقدر يبني لك هجمه من تحت، يبقى على الاقل الامور متوازنه. حته علي جبر، علي بقى له فتره فعلا زي ما انت بتتكلمي شغال بشكل كويس مع بيراميدز، كان في الدوري المحلي او في الكونفدراليه، بس بقى له فتره بعيد عن المنتخب ولسه انضمامه انت بتتكلمي في ثلاث ايام، فلا لحق شاف شغل الراجل ولا اشتغل معاه ولا عارف هو عايز ايه ولا لغه الحوار حتى بين الاثنين. فالافضليه هتكون لحد كان موجود من وجهه نظرك مع المدير الفني في الفتره اللي فاتت. انا من وجهه نظري اتمنى ايمن اشرف، ايمن عنده شراسه دفاعيه بشكل كويس قوي، راجل من اللعيبه اللي فعلا يعتمد عليها، سريع مش ما عندوش حته البطء حتى في خط الظهر. بقول لك حتى في حته تحضير الهجمه بالنسبه لك، يعني احنا بنتكلم يا بخت المدير الفني اللي عنده مساك بيلعب برجليه الشمال في بناء الهجمه زي ما بنتكلم. وايمن عنده المميزات دي وبيعرف حتى يعني لو فتوح ضرب هيعرف يغطي من ورا فتوح بشكل كويس، اللي هو برده بالتلقائيه هو بيلعب باك ليفت اساسا. فاتمنى ان التواجد الاثنين دول، والاثنين دول لعبوا جنب بعض في نادي الاهلي فعندهم انسجام، يعني الخط مش هيبقى بعيد عن بعضه. كابتن عبد الله، حته عدم التفاهم دي مش تبقى بعيده. كابتن عبد الله يعني هكلمك في نقطه، ودايما محمد النني اللعيب الوحيد اللي بيتم انتقاده في كل مباراه، ويمكن ناس كتير مش عارفه الدور اللي بيقوم بيه محمد النني في فكر الراجل وفي شغله جوه الملعب. فشايف اهميه محمد النني زي الناس كلها بتتكلم، السوليه طبعا لعيب كبير جدا ولعيب عظيم وماشي بشكل كويس جدا ومتالق مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، ولكن النني دائما وابدا بيكون ليه دور، ممكن يكون دور تكتيكي الناس او بعض من الجمهور المصري مش عارف دور محمد النني. انا كل الاحترام للناس اللي بتقعد تتكلم على النني او بتنقد فيه. يا جماعه دوره مؤثر جدا،
هقول لك على حاجه، يعني هو الراجل مستر كروش كان يعرفه مثلا وهو جاي، عارف ان في لعيب عندنا في الارسنال حاجه محترمه. صحيح. الناس اللي بتشتغل بره دول برضه بيجاملوه، او مثلا الموضوع لا، النني ليه دور كبير ودور مؤثر، راجل بيدافع بشكل كويس، راجل سبورت لزمايله في جميع الخطوط، يعني عارف بيعمل حاجه محدش واخد باله منها. الدنيا مثلا مخنوقه مع يحيى، هتلاقيه هو اول واحد فاضي ليه عشان يسهل له الدنيا. بيدافع بشكل كويس، بصير كويس. انت محتاج ايه من لعيب نص الملعب؟ انه يستل يعني يقطع ويسلم بشكل كويس، وبيعرف يدافع بشكل كويس، ويعرف يغطي من ورا زمايله، كميات جريه عاليه جدا، بيعرف يجيب جون، تلاقيه على طول حتى ورا الثلث الهجومي بيعرف يكمل، وبيعرف يزودنا من نص الملعب. طب ايه المطلوب مني يعمله يعني؟ يعني انا برضو ما يعني انا بقعد اشوف الناس اللي بتقعد تتكلم، يا جماعه الراجل بيأدي ما عليه، وتخيل بقى مع كم الضغوطات اللي عليه دي، والراجل بيأدي ولا بيفتح نفسه ولا بيتكلم. صح. يعني حد زي ده يعني نرفع له قبعه زي ما بنقول طبعا يعني. ودي الخبرات يا كابتن عبد الله اللي بتكون عند اللاعب اللي بيكتسبها من تجربه احترافيه، اكيد هي دي الخبرات، ان انت ما تردش، ما تتكلمش، تعرف تتكلم امتى وما تتكلمش امتى، اكيد يعني. كابتن عبد الله بنتواصل معاك وحابين طيب نشكرك، اعتقد